كارثة كبيرة، استوديو ليلة في المهندسين. تعالوا نشوف هذا التقرير المتعلق به، وبعدين نشوف ايه المتابعات، ايه اللي حصل في هذه الأزمة اللي كان يمكن أن تتحول إلى كارثة. كنا قاعدين كده وفجأة بصينا لقينا في نار شبت مرة واحدة. اتضح ان هو موضوع التكييف وهم بيركبوه تحت في الاستوديو، والنار مرة واحدة مسكت في الاستوديو. طبعا عشان كله فبر وكله عازل للصوت، الاستوديو كله ولع، وطبعا النار دخلت طلعت فوق، واضطرينا طبعا ان احنا ننزل الناس من فوق عن طريق السلم. هو كان بتاع التكييفات بيركب تكييف جديد، فانت عارف الاستوديو عبارة عن عزل كله، وهو بيلحم خرطوم او حاجه زي كده، حصل شظيه جت على العزل. اللي انت شايفه من الواضح اللي انت شايفه ان ده يعني حاجه كبيره، لا هو حريق ولا هو ماس كهرباء، دي حاجه كبيره لدرجه ان المطافي المطافي والناس يعني مش قادرين، احنا بقالنا 3 ساعات دلوقتي بنطفي فيها. لحقوا الناس الحمد لله يعني. لا الحمد لله لحقوا فيها، كان شغاله جوه في السيتو بس الحمد لله مفيش حد وفاه. انا بدعو ربنا ان ما يكونش حجم الخسائر، بس من الواضح انه خسائر ضخمه جدا. للي ما يعرفش، ليله واحد من اكبر واهم الاستوديوهات في الشرق الاوسط. ليله الاستوديو اللي حصل فيه 50 60 65% من الهيتس او الاغاني المشهوره اللي حصلت في اخر 15 سنه. الموضوع ده حصل في لمح البصر، للراجل بيلحم الماسوره بتاعه التكييف، ففجاه حصل شرز بسيط في قلب الايه العازل اللي ما بين الخشب وما بين التكييف. فجاه حاولنا ان احنا اصلا نطفيها، فلما هي اللي قدامنا حالا اتطفت، لكن في حاجات دخلت ورا العزل بتاعت الحيطه فما لحقناهاش. المشكله ان هو كل شويه يولع، يعني المشكله ان هم برضو مش عاوزين يوصلوا للنقطه البوينت بتاعت الحريق نفسها جوه.